تشرب حلة تغلط على الفار. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها الجيش يستهدف مجموعات سورية مسلحة في أطراف عرسال ويوقع قتلى في صفوفها. المحكمة العسكرية تخلي سبيل وارث سليمان وبيير حشاش. غارات روسية للمرة الأولى على الغوطة وريف دمشق، والسعودية تدعو إيران للانسحاب من سوريا ووقف تدخلاتها في دول المنطقة. صباح الخير. يعود مجلس النواب اليوم للانعقاد بعد غياب قصري طويل، لكن بهدف إعادة تجديد لهيئة مكتبه واللجان النيابية. ومنعا للمزيد من التعقيدات والانقسامات الحادة، سيتم الإبقاء على أسماء رؤساء اللجان ومقرريها، علما أنه بات في حكم المؤكد أن أي مقاطعة لجلسة اليوم لن تحصل، وستحضر جميع الكتل بما فيها تكتل التغيير والإصلاح. في غضون ذلك، لا يزال الوضع الحكومي يتخبط في متاهة النفايات، وقد تردد أن هذا الملف عاد إلى دائرة التعقيد مجددا، وتاليا تأجلت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. وقد ذكرت صحيفة المستقبل أن تساؤلات بدأت تطفو على السطح حول مدى جدية حزب الله في التعاون الفاعل مع الجهود المبذولة لإيجاد مطمر صحي في منطقة البقاع الشمالي، بعدما تبين من الفحوص العلمية التي أجريت على آخر موقع اقترحه بالقرب من بلدة النبي شيت أنه يقع فوق مصادر المياه الجوفية التي تغذي البقاعين الغربي والأوسط، فرفضته اللجنة الفنية المعنية. واليوم تتوقع مصادر اللجنة تلقيها جوابا نهائيا من المعنيين في حزب الله يحدد موقعا بقاعيا جديدا، كاشفة أن الحزب استمهل بالأمس 24 ساعة لتحديد جوابه بعدما رفض التجاوب مع تحديد الخبراء المولجين بالملف موقعا جغرافيا ملائما بيئيا وصحيا للمطمر بالقرب من بلدة جنتة، مبررا ذلك بالدواعي الأمنية. وأمنيا عند الحدود الشرقية، برز إنجاز أمني جديد للجيش تمثل بنجاحه في توجيه ضربات موجعة إلى مسلحين سوريين في عمق جرود عرسال. وأكدت صحيفة النهار أن 8 مسلحين من النصرة قتلوا في هذه العملية، وأن هناك عددا آخر من الجرحى سقط في صفوفهم. قتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرون في انفجار وقع في وادي حميد قرب مدينة الملاهي على أطراف بلدة عرسال. مصدر عسكري لبناني رفيع قال لوكالة الأناضول أن الجيش استهدف بصاروخ جو أرض عربة مسلحة لمجموعات سورية متشددة، ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين. وقال المصدر أن الشاحنة التي استهدفت بصاروخ كانت تحمل رشاشا مضادا للدروع، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش المجموعات المسلحة التابعة لجبهة النصرة وتنظيم داعش في هذه المنطقة الحدودية. رواية الأناضول قابلتها معلومات أخرى من داخل عرسال أفادت بأن عدد القتلى بلغ 7. بشكل مفاجئ، بتت هيئة محكمة التمييز العسكرية التمييز المقدم من وكلاء الدفاع عن الموقوفين وارف سليمان وبيير حشاش اللذين أخلي سبيلهما. التقرير لربيع شطة. هكذا كان اللقاء بين الناشط وارف سليمان وذويه أمام مخفر الرملة البيضاء بعد أن أفرج عنه إثر بت محكمة التمييز العسكرية بطلبات إخلاء السبيل، والتي قدمها وكلاء الدفاع عن سليمان وعن زميله بيير حشاش، والذي خرج أيضا من مكان احتجازه في ثكنة الحلو وانضم لاحقا إلى الأهالي والناشطين. احنا بعدنا مبلشين ضد الفساد ضمن وقت. شو الخطوات الجاية اللي ممكن تعملها؟ شوف، ما انت عندك حياتك الخاصة، يعني ما حابب ترجع لحياتك الخاصة؟ انا بحياتي هلا في اولويات، اذا قادرين نقدم شيء لبلدنا بتصير هي الاولوية. حياته هي خصوص الشغل وما الشغل، يعني وقتها كنت عندك التزامات. اكيد وقتها كنت جوا كان في ناس عم تساعدني من برا، رفقاتي واهلي، وهلا برجع بهتم فيهم. انا مش مصدق نجتمع احنا والحراك تنشوف اي متى المظاهره الاولى مشان تعال نرجع ننزل على الشارع ونشد الشريط.
هل يفوتوا على الحبوس يشوفوا مين في جوا. لازم هن الطبقة السياسية الفاسدة مش كلها 99% خلينا نقول احسن ما يقولوا ما تعمم، هن لازم يكونوا جوا وهودي لازم يكونوا برا. وبعد الاحتفال الرمزي توجه الجميع إلى أمام المحكمة العسكرية حيث تمت إزالة خيام الاعتصام المفتوح الذي أقامه ناشطون احتجاجا على قرار القاضي رياض أبو غيدة والذي أمر باستمرار توقيف الناشطين. كما من المقرر أن يزور سليمان وحشاش زميلهما محمد حرز في مستشفى جعتاوي والذي أضرم النار بنفسه منذ أيام احتجاجا على قرار أبو غيدة. نوه رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة بالموقف الذي صدر عن متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي والذي قال فيه: لا حرب مقدسة وكنيستنا لا تبارك الحروب. واعتبر السنيورة أن موقف المطران عودي يعبر عن أصالة ووطنية ضاربة في الجذور عميقا تنبذ التحريض الطائفي وتصب في تدعيم الوحدة الوطنية اللبنانية والسلام الأهلي في لبنان. وأكد السنيورة التصميم على العمل على عودة الاستقرار إلى بلداننا بعيدا عن لغة التحريض والتشدد وممارسات التخوين والاضطهاد والتهجير والقتل والإرهاب. وكان الرئيس السنيورة قد اتصل بالمطران عودي محييا مواقفه. شدد الفنان راغب عليمي في حديث لتلفزيون المستقبل على أهمية عمل الخير وشجع حملة دفا التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين في لبنان. التقرير لنهد يوسف. الغرض اللي انت تعتازه مرة بالسنة غيرك يمكن يعوزه كل يوم بالسنة. وعليه فأبسط الممتلكات قد تكون كنزا لمن يحتاج، وهو ما تدعو له حملة دفا التي انطلقت قبل يومين بشعار اللي ما بيلزمك بيلزمنا. وكي لا تتكرر هذه المآسي تستبق الحملة برد الشتاء، وهي التي يرى فيها سفير النوايا الحسنة الفنان راغب علامي عملا إنسانيا يطفئ الغير. بظل الفساد السياسي والوساخة السياسية التي تحصل، أنا بعتقد نحن اليوم بدنا نبني على الخير وعلى الخيرين، فأنا بشجع العالم كثير أنه يشاركوا بهالحملة، الحملة الخيرة، حملة دفا، لأنه في كتير ناس بحاجة فعلا لهذا الخير الموجود عند الناس، وفي كتير ناس بتقدر تعطي الشيء القليل اللي ما بتحس فيه بينما غيرها حيدفى وحيرتاح وحيشبع بظل هذه الظروف المأساوية اللي بيعيشها بلدنا. على وسائل التواصل الاجتماعي أخذت الحملة المكان الأكبر لما تهدف له من مساعدة المحتاجين على كافة الأراضي اللبنانية. مجموعة من الإعلاميين والناشطين وبمبادرة فردية سيقومون بجمع التبرعات والمساعدات العينية لتنطلق في الأول من تشرين الثاني إلى كل فرد غابت عن وجهه ملامح الأمان لتمحي خوف البرد والجوع ولو لفترة من الزمن. بتمنى من كل حدا يؤيد حملة دفا، الحملة الخيرة، انه ينزل على وسط بيروت يوم 1 الشهر لدعم هذه الحملة ومساعدة الآخرين. بالمساعدة نحيا أفضل وبلدنا بيكون أفضل. النشرة بعد الفاصل. الاشتراكي يتضامن مع الشعب الفلسطيني وأهالي العسكري. أهلا بكم من جديد. افتتاح قصر العدل الجديد في طرابلس بعدما أنجزته شركة جهاد العرب، وهو الصرح الذي وضع حجر الأساس له الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بعد طول انتظار أبصر قصر العدل الجديد في طرابلس النور ليشكل مبنى نموذجيا لقصور العدل في لبنان. هذا الصرح الذي وضع حجر الأساس له الرئيس الشهيد رفيق الحريري أثناء تولي النائب سمير الجسر حقيبة العدل تنتظره طرابلس منذ سنوات، وهو افتتح بحضور النائب قاسم عبد العزيز ممثلا الرئيس نبيه بري والوزير بطرس حرب ممثلا الرئيس تمام سلام والنائب الجسر ممثلا الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة
إضافة إلى وزيري العدل أشرف ريفي والأشغال غازي زعيتر وحشد كبير من القضاة والمحامين والقادة الأمنيين. وزير العدل أشرف ريفي قال أن طرابلس تقول للجميع نعم للدولة ومؤسساتها وتضيء شعلة العدالة بعد الظلم التي لحق بها والتهم التي سيقت ضدها. لكن طرابلس أثبتت أنها عصية على الانكسار، فكانت ولا تزال سدا منيعا بوجه مخططات الفدة والفرقة، مؤمنة بالشرعية، نموذج للعيش المشترك، وبيئة حاضنة للمؤسسات. فرحتنا في الشمال لن تكتمل إلا ببذور فجر الحقيقة، حقيقة من اغتال كبار من رجال الدولة من أبناء الشمال. فرحتنا لن تكتمل ما لم يساق المجرمون إلى قفص العدالة، وها هي المحاكمات في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسير على قدم وساق، والعدالة باتت أقرب من أي وقت مضى. العدالة لا تحتاج قصورا، لكن هيبة القضاء وسمو ورسالته يقتضيان وجود قصور للعدل الذي لا ملك دونه. هذا البناء الذي نفتتحه اليوم، هذا القصر، أن الاعتمادات حتى تاريخه غير متوفرة للشركة المتعهدة أو الملتزمة، ونعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز المبنى. إن الابتزاز بمصالح الناس وتقدمهم وعمرانهم وتعطيل الحكم والبلاد من أجل كسب سياسي رخيص في توظيف ما أو في بلوغ موقع ما أو رئاسة ما هو من الكبائر التي لا تغتفر. كما تخلل الاحتفال كلمة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد الذي قال نحن سلطة قضاء لا سلطة إرضاء، مودعا تمثال السيدة العدالة كما سماها رمزا للقضاء في لبنان. وتحدث كذلك كل من نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم والرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال رضا رعد. رفض أهالي القاعة البقاعية إقامة مطمر للنفايات ضمن خراج بلدتهم، معتبرين أن هذا المطمر سيتسبب بتلوث 900 بئر ارتوازي لري المزروعات. بعدما تحدثت معلومات عن إقامة مطمر لنفايات بيروت في بلدة القاع قضاء بعلبك، سارع أهالي البلدة إلى الاحتجاج على هذا المشروع الذي يهدد بتلوث الآبار الارتوازية التي تغذي مياه الشفة والمزروعات بحسب تعبيرهم. النفايات مهما كان الحالة تبعها أو الظروف تبعها بدها تأثر حكما على الآبار، والآبار هي للشرب وللزراعة، بس أكثر الناس هالثلاثين ألف نسمة الموجودين بالسهل عم يشربوا منها. بتصور أنه لازم تكون عبء أو بتشكل ضرر على صحة الإنسان درجة أولى وعلى المزروعات. يعني اللي سمعناه عبر الإعلام عن إنشاء مطمر بالقاع، نحن بشكل حازم وجازم إن كل أولاد القاع بيرفضوا، كل الأحزاب، كل العائلات، وبالتالي ما بينقصنا مشاكل، لأن مشاكل بتكفينا بتوفينا. أرض القاع الغير مفرزة، الدولة بدها تجيب لنا مشاريع، ما بتجيب لنا مشاريع نفايات، تجيب لنا مشاريع تفرز لنا أرضنا. هذا الموضوع ما رح يمر ومستحيل وما حدا يفكر فيه حتى، لأنه نحن رح نكون وقفة واحدة بوجه هالموضوع هذا. الأهالي أكدوا أنهم سيلجؤون للتحركات الاعتراضية على هذا المشروع بالطرق الديمقراطية. لمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء وسام الحسن، زارت النائب بهية الحريري وعقيلة الشهيد الحسن ضريحي الشهيدين الرئيس رفيق الحريري واللواء الحسن في ساحة الشهداء، ووضعتا الورود على أضرحة الشهداء، كما قرأتا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء الشهيد وسام الحسن وباقي الشهداء الأبرار. من أمام ساحة الأسكوا في بيروت، جددت منظمة الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي في وقفة رمزية تضامنية شارك فيها وزير الصحة وائل أبو فاعور، جددت مساندتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي، كما كانت لها وقفة تضامنية مع أهالي العسكريين المخطوفين الذين بدورهم أعلنوا التضامن مع القضية الفلسطينية. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. السعودية تناشد المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين. أهلا بكم من جديد. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداء جديدا على الفلسطينيين تمثل باقتحامها حرم جامعة خضوري شمالية الضفة الغربية، في وقت طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالإفراج عن جثمين 11 فلسطينيا
استشهدوا بنيران الاحتلال بحجة أنهم نفذوا عمليات طعن ضد الإسرائيلية. في وقت لا تبدو سلطات الاحتلال مستعدة لإيجاد مخرج للعنف الذي تحدثه قواتها في الأراضي المحتلة، سجلت مواجهة جديدة بينها وبين طلاب فلسطينيين داخل حرم جامعة خضور الواقعة في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب. يأتي ذلك في وقت شددت قوات الاحتلال من حصارها لمدن الضفة الغربية فيما باشرت ببناء جدار في مدينة القدس الشرقية بذريعة حماية حي استيطاني. وسبق هذه الأحداث اعتقال قوات الاحتلال نحو 34 فلسطينيا بينهم أطفال، ليرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ مطلع الشهر الجاري إلى 850 بينهم 300 طفل. وجاء ذلك بعد يوم من استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية على محطة الحافلات المركزية في بئر السبع أدت إلى مقتل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي وجرح 9 آخرين. وتلاها سحل الإسرائيليين مواطنا أريتريا بعد الاشتباه خطأ بأنه على صلة بالعملية، وهذا ما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تحذير الإسرائيليين من تطبيق القوانين بأيديهم. وفيما تعهد القيادي في حركة حماس فتحي حماد بتكثيف المعركة ضد إسرائيل، طالبت السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال بالإفراج عن جثمين 11 فلسطينيا من سكان مدينة القدس. تقول الشرطة أنهم استشهدوا بنيران الشرطة بحجة تنفيذهم عمليات طعن ضد إسرائيليين. وفي وقت رفضت سلطات الاحتلال المبادرة الفرنسية لإفادة مراقبين دوليين للحرم القدسي الشريف، أعلن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري عدم سعي بلاده لإدخال قوات أجنبية إلى القدس، زاعما أيضا أن لإسرائيل الحق بحماية مواطنيها. في سوريا شنت طائرات التحالف الروسي الإيراني المدعوم بعناصر من كتائب الأسد وحزب الله وبالتنسيق مع العدو الإسرائيلي شنت هجوما شرسا على ريف دمشق وخاصة بلدات الغوطة الشرقية. إلى ذلك تحدثت أنباء عن مقتل 11 من القوات الروسية العاملة في جبل النبي يونس بريف اللاذقية إثر استهداف مواقعهم بقذائف هاون. نفذ طيران التحالف الروسي الإيراني الذي ينسق عملياته العسكرية مع العدو الإسرائيلي والمدعوم بعناصر من كتائب الأسد وحزب الله عشرات الغارات على مناطق مختلفة في ريف دمشق وخاصة في الغوطة، مدعيا أنه استهدف 49 هدفا إرهابيا في سوريا في الساعات 24 الأخيرة. وتؤكد وزارة الدفاع الروسية مواصلة قصف منطقة دمشق وإحداث بلبلة في صفوف مئات من مقاتلي داعش الذين فروا باتجاه مرج السلطان إلى شمال العاصمة السورية بحسب الجيش الروسي. هذا وقصف طيران النظام بالبراميل المتفجرة مناطق في مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود ومناطق أخرى جنوب العاصمة دمشق، وامتد القصف إلى محافظة درعا. قوات الأسد وتحت غطاء جوي مكثف للطيران الروسي وعبر الخط الساخن مع تل أبيب شنت عشرات الغارات الهجومية على نقاط التماس في بلدات المنصورة وتل واسط ومنطقة الصوامع بسهل الغاب بحماة. إلى الشمال السوري حيث أفادت معلومات عن حصول الجيش الحر على إمدادات جديدة من الصواريخ أمريكية الصنع المضادة للدبابات استعدادا لما بات يسمى معركة حلب الشمال سوريا في إطار صد هجوم لكتائب الأسد على جنوب المدينة. كذلك قتل عدد من قوات النظام خلال الاشتباكات مع فصائل المعارضة في منطقة التل الأحمر بريف القنيطرة، ونفذت طائرات الأسد ضربات على أماكن في منطقة الساقية بريف السويداء الشمالي الشرقي. توقع البنتاغون توقيع بروتوكول تفاهم بين واشنطن وموسكو في الساعات المقبلة لتفادي أي احتكاك في الأجواء السورية. وكان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قد شدد على ضرورة أن يتنحى رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية، داعيا إيران إلى الانسحاب من سوريا والكف عن التدخل في لبنان واليمن والعراق وسوريا.
لا دور لرئيس النظام السوري بشار الأسد نهائيا في أي حل سياسي للأزمة السورية، هذا ما توافقت عليه المملكة العربية السعودية وألمانيا خلال زيارة وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير إلى الرياض ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الذي شدد على ضرورة تنحي الأسد بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة، دعا إيران إلى الانسحاب من سوريا إذا أرادت أن تكون جزء من الحل ووقف تدخلاتها المقلقة في سوريا والعراق واليمن ولبنان. ماذا يجب على إيران أن تفعله لتكون جزءا من الحل في سوريا؟ والرد بسيط جدا، عليها الانسحاب من سوريا وعليها عدم مد السلاح للنظام لبشار الأسد، وعليها سحب الميليشيات الشيعية الذي أرسلتها إلى إيران مثل حزب الله وغيرها من الميليشيات، وبالتالي يستطيع أن يكون لها دور. ولكن إيران الآن دولة مقاتلة، الآن دولة محتلة لأراضي عربية في سوريا، فمن الصعب أن يكون لها دور وهي موجودة على أرض الواقع تحتل أراضي عربية وتساهم في قتل وتشريد الأبرياء من العرب السوريين. تدخلاتها في سوريا أمرا مقلق جدا، تدخلاتها في العراق أمرا مقلق جدا، تدخلاتها في لبنان أمرا مقلق جدا. فإذا إيران أرادت أن تكون لها مكانة في المنطقة ويكون لها علاقات مميزة مع دول الجيران، فنحن نرحب بذلك ونرحب بذلك بشدة. في هذا الوقت تعكف روسيا على دراسة اقتراح أمريكي بعقد اجتماع دولي بشأن سوريا يشارك فيه ممثلون من روسيا والسعودية وتركيا والأردن. وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أعلن من مدريد أنه ينوي بحث التطورات في سوريا في القريب العاجل مع ممثلي قيادة روسيا والسعودية وتركيا والأردن لتحديد أفضل الخيارات، وبعدما أبدى تمسك واشنطن بتجنب التدمير الكامل والشامل لسوريا، اعتبر كيري أن دعم روسيا للأسد سيزيد الأزمة السورية تفاقما. أشادت المملكة العربية السعودية بموقف الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الذي أكد فيه استعداد الحكومة اليمنية التام للعمل السلمي واستئناف المشاورات السياسية. ميدانيا، قتلت القوات السعودية 13 حوثيا بعد اشتباك معهم في جبل إرزاح في منطقة جازان الحدودية مع اليمن. هذا وتكثفت غارات التحالف العربي على مواقع المتمردين في صنعاء، في حين احتدمت المعارك في محافظة تعز الجنوبية بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح. أخيرا في الرياضة، وبعد مباراة ماراثونية وجهد قل نظيره، وفي الثانية الأخيرة من التمديد الثاني للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، استحق الرياضي بيروت لقبه 15 من دورة حسام الدين رفيق الحريري، 25 لكرة السلة، بفوزه على النجم الساحلي التونسي 116-115 في المباراة النهائية التي أقيمت في قاعة صائب إسلام في المنارة وبحضور 2000 متفرج. وأكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الذي حضر بين صفوف الجماهير أن هذا البلد نريده بلدا للحياة والفرح، وهذا ما أراده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الجيش يستهدف مجموعات سورية مسلحة في أطراف عرسال ويلقى قتلى في صفوفها. المحكمة العسكرية تخلي سبيل وارف سليمان وبيير حشاش. غارات روسية للمرة الأولى على الغوطة وريف دمشق، والسعودية تدعو إيران للانسحاب من سوريا ووقف تدخلاتها في دول المنطقة. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. سنة وثلاث أشهر حلت على طرفها.